فتيحة التباري رئيسة تعاونية نساء المصاصلة جامعة المباركين إقليم برشيد. تعاونية منتوجات ديال الفلاحية، القمح والمشتقات ديالو، الصميتة، بلبولة، جميع أنواع الكسكس. كتقول الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، إلا ما كانش الماء ما كاين حتى شي حاجة. لقينا مشكل كبير مع الماء، لونصا جميع الشروط ديالها وفرناها لهم، ولكن بقات مشكلة ديال الماء. ملي كنديروا التحاليل الماء كيطلعوا ما مزيانينش، مرة الأولى والثانية عدة مرات وبغينا ندخلوا الماء ولكن جانا شوية صعيب. هي اللي جات الفكرة باش درنا الفينتر، عاودت التحليلة وطلع الماء مزيان، وعاد وافقت لنا لونصا وعاد خدينا الشهادة ديال لونصا. دم اللي بدات درت التعاونيه وانا مع الاستشاره الفلاحيه ومع المديريه، تعلمنا منهم بزاف د الحوايج. كنحضروا التكاوين، كنستدعونا، كنمشيو للمعارض، عرفنا بزاف د الحوايج، ولكن ما كناش عارفات قيمه الماء. اللي حتى جات المدرسه الحقليه ولينا كيعيطوا لينا وكنمشيو معاهم، خرجنا معاهم عده مرات. الفكره كانت مولوده من عند الجده ديالي اللي ورثتها الام ديالي، انا غنورثها ان شاء الله، وديجا بديت في هذا لو بروجي لانه لقيت في راحتي. حتى في قرايتي درت الدومين اللي تابع كيفاش نسير تعاونيه، ديجا ديبلوم اون جيستيون دي زونتربريز، وكملت حتى لا ليسونس في غوسورس هيما اللي عاونتني بزاف انني كيفاش نسير التعاونيه ديالنا. ملي دخلت لهذا الدومين قريته وكملت بلي فورماسيون ديال الاستشاره الفلاحيه بالشراكه مع الفاو، تمكنت انني نفهم بزاف الحوايج اللي كنت غافله عليهم، وقدرت انني نمشي مزيان في التعاونيه في الكوتي ديال الاداري والكوتي ديال الانتاج. لاباز راه كاينه ولكن بغينا نزيدو فيها القدام بواحد الطريقه اللي عصريه، وندخلوا ليها شي حوايج اللي ميزوها علاش لا، ونتمنى ويكون خير ان شاء الله.